باب الرضا. قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لم يدع في هذه الآية للمتسخط إليه سبيلا. يبقى المتسخط الغير راضي ده مش راجع لرب، ده راجع لنفسه، راجع لنفسه، لأن ربنا بيقول إيه؟ ارجعي إلى ربك إيه؟ راضية. طب لو متسخطة ارجعي إلى نفسك، تبقى راجع مع نفسك مش راجع مع الله. لا ترجع إلى الله إلا إذا كنت راضي، فهم؟ وعشان كده قالوا الإيه؟ المعترض مطرود، المعترض مطرود، مطرود على الأبواب، ما يتفتحوش باب. طول ما أنت معترض ما يتفتحلكش باب، لا يفتح الباب إلا للراضي، بدليل ارجعي إلى ربك. ارجعي إلى ربك حالك إيه؟ راضية. فإذا كنت راض زادك الله رضا فتصير مرضية. شفت بقى؟ يبقى الراضي ربنا يزوده رضا. الحديث بيقول إيه؟ من سخط فعليه السخط ومن رضي فله الرضا. مش الحديث بيقول كده؟ ربنا بيديلك على حسب حالك. أنت حالك السخط خلاص ندي لك سخط كتير، ما هو ربك كريم. حالك الرضا هيديك رضا كتير لانه ربك كريم، من كرمه يعين العاصي على المعصيه لانه عايز يعصي، ومن كرمه يعين الطائع على الطاعه لانه يريد الطاعه. فهمت؟ ولا يظلم ربك احد. شفت انت لما ابليس قال لربنا انا عايز عصاك، مش عصاك لوحدي، انا هغوي الناس كلها وعايز اعيش مدى العمر كله علشان اعمل كده. ربنا استجاب له ولا ما استجاب له؟ استجاب له وامد. واخد بالك ازاي؟ يبقى ربنا اذا كان استجاب لابليس واعانه على المعصيه، لانه ربنا لا يتحداه احد ولا يقهره قاهر، فهو القاهر فوق عباده. فهمت؟ فربنا يعطي للعاصي طالما عايز المعصيه يدي له معصية، واللي عايز هداية يدي له هداية، لأنه كما أنه هو الهادي فهو المضل سبحانه وتعالى. فاللي عايز ضلال ربنا يتجلى عليه باسمه المضل فيضله، واللي عايز هداية ربنا يتجلى عليه باسمه الهادي فيهديه. لأن اللي عايز ضلال وربنا يتجلى عليه باسمه الهادي يبقى ظلمه، اداله حاجة مش عايزها. فهمت بقى؟ اداله حاجة مش عايزها. اللي عايز حاجه ربنا هيديها له لانه لطيف بعباده، ودود بيحب عباده. فهمت بقى المساله؟ فربنا بيعامل عباده على ما يريدون، لهم ما يشاؤون عند ربهم في الدنيا وفي الجنه. على فكره لهم ما يشاؤون عند ربهم في الدنيا وفي الجنه. اذا شئت الهدايه هداك في الدنيا، واذا شئت الضلاله اعطاك ما تريد. فهمت بقى ازاي؟ وعلشان كده لابد انك انت، وعشان كده يهدي من يشاء، يهدي من يشاء الهداية، ويضل من يشاء، ويضل من شاء الضلالة. شفت المسألة؟ عشان كده لا يظلم ربك أحد، لا يظلم ربك أحد. قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة اطمأنت لقضاء الله ولحكم الله ولشرع الله ولإيه؟ ولتقدير الله. اطمأن فما بقاش يفزعه شيء. فهمت؟ فاطمأن خلاص، ما بقاش مفزوع من حاجة. أنا أبقى مفزوع من حاجة لو كانت إيدي في إيد ظالم، حاجتي في إيد ظالم، أبقى مفزوع، لحسن يمنعني، لحسن يظلمني. لكن أنا كل أمري في إيد مين؟ في إيد ربنا، هو اللي بيدبر الأمر، وربنا سبحانه وتعالى عادل ولا يظلم احد. يبقى اطمئن على طول، اطمئن مقدما كده. فطالما اطمئنت مقدما يبقى اتفتح لي باب الرجوع الى الله بالرضا. وعشان كده النبي يقول ايه؟ من رضي له الرضا ومن سخط عليه السخط. يعني انت اللي ابتديت بالسخط الاول فربنا اداك، واذا بدات بالرضا الاول ربنا يديك. شوف انت هتبتدي بايه وربنا يمدك. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وعشان كده لا يتصور الظلم من قبل الله عز وجل، لا يتصور. فهمت بقى؟
الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الامام الترمذي بيقول ان الله بقسطه وعدله جعل السعادة في الرضا واليقين، وجعل الشقاوة في السخط والضجر. ان الله بقسطه وعدله، يبقى ربنا عادل اهو. عايز تبقى سعيد، خلي عندك يقين في الله وارضى بما قسمه لك، واعرف انه لطيف بيك. فهمت ازاي؟ وانه لا يظلم ربك احد. لاقي نفسك سعيد. طيب اللي عايز الشقاوة عليه بالسخط والضجر، فيعيش بقى ساخط على طول، لو اداله الدنيا كلها يفضل ساخط. فهمت ازاي؟ فالسعادة في الرضا واليقين، لا في كثرة المال ولا في العافية ولا فيما تحبها النفس، بل في الرضا بقضاء الله، لأن قد تتعلق نفسك بشيء تحبه وهو ضرر ليك. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده سلم الأمر لله. شوف ربنا بيقول إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني ربنا لا يفتح لك باب الرضا إن كان حالا من الأحوال إلا أن تكون أرضيته أولا، أرضيته أولا بالصبر على أحكامه والقيام بشرعه الشريف. يبقى أنت الأول أرضيته، فلما يرضى عنك، واخد بالك، رضي الله عنه ورضوا عنه، يوم يرزقك حال الرضا عنه. يبقى مقام الرضا مكافأة من الله على من توجه إلى الله. فهمت ازاي؟ بالصبر أولا، وعشان كده رضي الله عنهم، يعني الأول رضي الله عنهم ورضوا عنه بناء على رضا الله، زي اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهمت؟ من ذكرني، من ذكر الله في ملأ، ذكره الله في ملأ خير من ملأ. فلا تذكر الله إلا إذا ذكرك الله، وإذا ذكرت الله ذكرك أكثر. فهمت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حديث معروف كلنا حافظينه، لكن قل من يعمل بمقتضاه. بيقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. حديث هو كلنا حافظينه: ذاق طعم الإيمان من رضي. طيب أمال المؤمن واللي هو صابر ومش راضي، ده مؤمن لكنه لم يذق الايمان بعد. عشان تذوق الايمان لابد تنتقل من الصبر للرضا. فهمت بقى؟ ده مؤمن بس لكن لم يذق طعم الايمان. فهمت؟ طيب وفي احاديث ثانيه: ذاق حلاوه الايمان. ده اعلى بقى، ده اعلى اكتر من كده. من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما، شوف انتقلنا لمقام المحبه بقى، ده اعلى من الرضا، يوم يذوق حلاوه الايمان. شفت مقامات فوق مقامات، المساله مش هي كلها كده، لا. يبقى في ذاق طعم الايمان وفي ذاق حلاوه الايمان. طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله، فدخل في الإسلام. واضح؟ دخل في الإسلام صبر فرضي، فانتقل إلى الرضا، يذوق طعم الإيمان. طب طعم الإيمان ده قد يكون مر وقد يكون حلو. لا تذوق بقى حلاوة الإيمان إلا لو كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. عارف لو كان في حاجة تانية أحب إليك من الله ورسوله، نفسك، شهواتك، رغباتك، تبقى إيمانك مر، طعمه مر. لأن إذا كان حلاوة الإيمان يبقى في مرارة الإيمان. يبقى في ناس مؤمنين إيمانهم مر على فكرة، وفي ناس مؤمنين إيمانهم حلو. فهمت بقى المسألة؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن إيه؟ يلقى في النار. دي ثلاث حاجات، يبقى ذاق حلاوة الإيمان. فهمت؟